النوع المهم جدا بالنسبه لنا في التصوير الطبي هو الفوتو الكتريك افكت. الفوتو الكتريك افكت بيحصل نتيجته ان الانسيدنت اكس راي فوتون بينتراكت مع واحد من الانرشال الكترونز. الانرشال الكترونز طبعا بيبقى الطاقه بتاع تحريره بتبقى اكبر شويه من الطاقه بتاع تحرير الكترون في الاوتر شيل الكترونز، وبالتالي تقريبا بنفقد الانرجي بتاعتنا كلها في شكل بايندينج انرجي زائد كاينتيك انرجي للفوتو الكترون. بمعنى احنا بنسميها فوتو الكتريك عشان عندنا فوتون تحول لالكترون، يعني فوتون دخل والكترون طلع، مفيش اي حاجه سكاتر طلعت بعد كده. فبيسكلي ده بيقول لنا ان احنا الفوتون اللي كان داخل ده ما طلعش، يعني دخل جوه الذره ما طلعش، طلع مكانه الكترون، وهو ده اللي احنا بنتكلم عليه لما بنتكلم على الايونايزنج راديشن، بنتكلم على الاكس راي عموما انها ايونايزنج راديشن، بنتكلم عليها ان الحاجه الاساسيه اللي بتحصل فيها هي الفوتو الكتريك افكت. بيبقى في عندنا يعني بعض الاتومز اللي موجوده عندنا داخل الماتيريال بيطلع منها الالكترونز اللي هي نتيجه الانتراكشن دي، والالكترونز دي الحقيقه بتبقى طالعه بسرعه كبيره بتعمل بومباردمنت للذرات اللي موجوده عندنا داخل الخلايا، وممكن اكشوالي ان هي تعمل لنا دامج في الـ في الـ في مثلا داخل النواه نفسها، الجزء اللي فيه بقى الكروموزومز والحاجات زي كده، وبالتالي ممكن تعمل لنا مشاكل، وهي المشاكل اللي بتحصل في الاكس راي نتيجه لكده. اوكي، بس الحقيقه الايفكت ده هو اهم ايفكت، لان احنا عندنا الاكس راي فوتون كان ماشي في دايركشن معين، الدايركشن دوت يا اما يعني يا اما طلع في نفس الدايركشن يعني ما حصلش انتراكشن، ولو ما بيحصل انتراكشن ما بيطلعش خالص. وبالتالي حسب عدد المواد، حسب عدد الذرات اللي موجوده اللي حصل معاها انتراكشن، بيطلع لنا يعني كونتراست مختلف بين الديفرنت تيشو تايبس وبعضها، وبالتالي هو ده اللي يهمنا اكشوالي، هو ده اللي بيعمل لنا جنريشن للاكس راي انرجي او اكس راي ايمج اللي احنا بنبقى متوقعينها من استعمال الاكس راي عموما. فعموما الايكويشن بتاعت الانرجي هنا هنلاقي ان الانسيدنت انرجي بتساوي البايندينج انرجي بتاعت الانر الكترون زائد الكينيتيك انرجي، ومفيش اي حاجه ثانيه، مفيش اي فوتون ثاني طالع بعد كده من الانتراكشن دوت. فالانتراكشن ده بيحصل مع الانر شيل الكترونز، والحقيقه بيعتمد على الانرجي بشكل مختلف شويه عن الكومبتون سكاترينج، بيعتمد 1 على اي تو ذا باور 3، يعني بمعنى ان هو بيقل بشكل اسرع بكتير جدا من الكومبتون سكاترينج. حاجه مهمه برضو مختلفه بينه وبين الكومبتون سكاترينج، ان احنا كل ما كان في عندنا زياده في الاتوميك نمبر كل ما كان الانتراكشن بيزيد بعلاقه زي تو ذا باور 3. يعني لو احنا عندنا مادتين، المادتين دول واحده فيهم الاتوميك نمبر بتاعها ضعف الثانيه، الانتراكشن بيحصل 8 مرات اكتر في الماده اللي الاتوميك نمبر بتاعها اكبر. بالنسبه للماس دنسيتي طبعا بيحصل زياده، والاثنين الحقيقه بيحصل فيهم زياده، في الكومبتون سكاترينج وفي الفوتو الكتريك افكت بيحصل زياده، كل ما كان الماس دنسيتي ازيد كل ما كان طبعا لايكلي ان يحصل انتراكشن اكتر، فبالتالي بيحصل برضو زياده زي ما بيحصل في الكومبتون سكاترينج.